عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام المجبري وسخيري وبالعربي تحت رادار كبار أوروبا وإفريقيا. كشفت مواجهات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لنظيره الليبي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا تألق بعض العناصر الوطنية بأدائها المتميز مما جعلها محل متابعة من أندية كبرى، رغم أن مواجهة المنتخب الليبي لا تعتبر مقياسا حقيقيا لتقييم اللاعبين نظرا لتواضع مردود المنافس. آخر الأخبار، تحدثت عن متابعة أندية أوروبية كبيرة بمردود لاعب كولن الألماني ليس صغيري ومتوسط بيرمنغهام الإنجليزي حنا بعل المجبري، إضافة لاهتمام الأهلي المصري بلاعب عجمان الإماراتي في راس بالعربي. ورغم أنه ما زال يفصلنا 3 أشهر كاملة عن الميركاتو الصيفي، لأنه من المنتظر أن يكون لاعب المنتخب الوطني التونسي ضمن اهتمامات عدة جمعيات، خاصة أنه البعض منهم يريد تغيير الأجواء والبعض الآخر سيصبح في حال من كل ارتباط. أكد متوسط الميدان الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي لياس الصخيري ثبات أدائه مع فريق كولن الألماني هذا الموسم، وأثبت ذلك مع المنتخب الوطني في المواجهتين الأخيرتين ضد ليبيا. ولأن الصخيري ينتهي عقده مع فريقه الألماني في موفى جوان القادم، فإنه أصبح مع أنظار عديد الفرق الأوروبية بما أنه صفقة حرة وغير مكلفة. وآخر الأخبار، أوردتها الصحافة الإيطالية اللي أكدت رغبة نادي أسي ميلان في التعاقد مع صخيري خلال الميركاتو الصيفي بعد أن انبهر مسؤولوه بالمردود اللي قدم فيه سواء في البطولة الألمانية أو مع المنتخب الوطني. ومشجع المدافع الدولي السابق للفريق باولو مالديني على التعاقد مع صخيري. يذكر أن نادي كولن أعلن منذ أيام صعوبة تجديد عقد صخيري نظرا لارتفاع سقف طموحاته ورغبته في الانضمام لفريق منافس في المسابقات الأوروبية. قدم اللاعب حنبع المجبري أفضل مبارياته مع المنتخب في اللقاءين الأخيرين أمام ليبيا ضمن تصفيات كأس إفريقيا، وبات متوسط ميدان المنتخب محط أنظار عديد الفرق سواء في إنجلترا أو ألمانيا، إذ أشارت تقارير إخبارية ألمانية أن نادي بروسيا دورتموند منبهر بالأداء اللي قدم فيه ناصر قرطاج سواء مع فريق بيرمنغهام المعار إليه من طرف مانشستر يونايتد أو بقميص المنتخب الوطني التونسي. وتأتي رغبة الفريق الألماني في التعاقد مع المجبي في إطار سياسة النادي اللي تهدف إلى تشبيب الفريق. لاعب آخر برز بصفة خاصة هذا الموسم في البطولة الإماراتية مع نادي عجمان وهو في راس بالعربي اللي قدم أداء متميز مع المنتخب الوطني التونسي، وتخلى هو الآخر في دائرة الاهتمامات من خلال رغبة نادي الأهلي المصري في الفوز بخدماته، رغم أنه رئيس نادي عجمان لم يؤكد وجود مفاوضات رسمية ورافض في الآن ذات التفريط باللاعب نظرا لقيمته في الفريق. وجدير بالذكر أن الأهلي المصري يضم في صفوفه أحد قادة منتخبنا الوطني وهو علي معلول اللي نحت مسيرة استثنائية مع فريق القرن، كما يتواجد في صفوف الأهلي لاعبنا الدولي الشاب والواعد محمد الضاوي اللي انتقل في الميركاتو الفارق من النجم الساحلي إلى الفريق المصري. ورغم الحديث عن العروض المبكرة للاعبينا، إلا أن ذلك يبقى مجرد متابعة في غير المفاوضات الرسمية في انتظار اقتراب موعد فتح انتقالات اللاعبين واللي سيتضح معه مصير عدة عناصر في المنتخب اللي يحتاج حتما إلى عناصر تنشط في أقوى الجمعيات والبطولات حتى يتحسن مردود فريقنا ويرفع في سقف طموحاته في بقية الاستحقاقات.